بس ايه القصر اللي كله حب ده؟ حب بيلغي الطبقات. يوسف يحب نادرة وابنه يحب بنت اسمها ايه؟ وصفة. قصر ما فيهوش فوق وتحت. شفت الحب حلو ازاي يا يوسف؟ شفت. طب وفي ايه الكتاب حكايات تانية؟ احكي لي. انا بصيت عليه بصة بسرعة كده ورجعته. في حاجات زيادة مكتوبة بخط ايد الخواجة. خسارة، مش كنت صورته؟ هو احنا ما عندناش حاجة غير حكايات القصر؟ اكيد عندنا حاجات اهم. طبعا عندنا حلم يوسف. حلم ايه؟ هتعيشي ساعتها في قصر مليان عيال عمالة تزعق وبتعمل دوشة. مش ده كان حلمك؟ كان حلمي، بس خلاص الواقع حاجة تانية. الواقع جاي اهو، ده انا مستنية يوسف الرابع عشان يتعلم هنا. ليه بتقول كان؟ عشان كان فعلا. ليه غيرت كلامك؟ عشان ممكن نبيع القصر ونعمل مشاريع تانية وبرضو تبقى مهمة. تاني يوسف نبيع القصر تاني؟ وليه لا؟ عشان انا مش عايزة كده. حتى لو انت مش عايزة كده ما يهمنيش، انا حر. حر؟ ماشي، انا مش هكمل معاك كلام، انا كمان حر. ثم ظهر جيل المسخرة، جيل الشارلستون والمكروجيب، جيل يتغنى بوسة ونغمض ويلا يلا على فين؟ استغفر الله العظيم. جيل يرى الدنيا كلها بامبي، ووصلت بهم البجاحة انهم يشوفوا الملائكة. لا وايه؟ شايفينها رخرة بامبي. حسبي الله ونعم الوكيل، لله الأمر من قبل ومن بعد. يا أبنائي، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. غيروا بأيديكم هذا المنكر وحطموا دور الفساد. كسروا عظامهم، هدموا مسارحهم، اضربوهم بقوة وأوجعوهم في كل ركن وفي كل مكان، في الشوارع، في الحواري، في المدرسة، في الجامعة، حتى يفيئوا جميعا إلى أمر الله. ضحكني معاك. عالدنيا. اشمعنى؟ بنفهموها بعد ما بنبطلوا فهم. يعني
يعني أول ما بتدينا المشط علشان نسرحه بيه الواحد يعرف إنه بقى أصلع، أول ما تدينا حلق علشان نلبسه في ودانا الواحد يعرف إنه ما عادش فيه ودان. مش مهم ولا حاجة من دول يا بحر، الفهم ولا الودان ولا المشط، المهم إنك تلاقي نفسك جنب حبيبك، ساعتها مش هتحتاج ولا حاجة تانية من الدنيا. يا بختك يا صدف، طول عمرك بتلاقي اللي انت عايزاه. أنا وانت يا بحر. لا أني أني علي بحر، والنجا في الحرب جايزة والنجا في الحب نادر. يا رب اديني القوة نقتله. يا بحر أني زهقت منش. خلاص من عني. أنا لسه مسلطانك من شوية، خلاص بقى ما تبقاش حبالي. الله. اقعد حضرتك. تمام. تعالي اقعدي اقعدي. أؤمر حضرتك جاي بخصوص ايه؟ مين ده؟ انا جاي يا ست الهوانم عشان اشتري القصر ده، ومعاكي من جنيه لتلتمية الف جنيه. قوم قوم. قلت قوم. عاجبني لك قوم. هقوم اروح فين؟ هناك بعيد عند اللوحه اللي هناك دي. دي ها عايزه ايه؟ انا مش فاهمك يا هانم. تعرف اللوحه دي؟ لا والله، بس انا ممكن انزلها لحضرتك تتفرج عليها. انت تعرفها؟ ما يعرفش يا خديجه هانم. الفازة اللي وراك دي تعرف تمنها؟ يا ست هانم أنا هشتري القصر ده كله كده على بعضيه، ههده على الأرض وهبنيه، هنطح بيه السحاب وهنفضه، اللي أنت عايزاه منه خديه واللي أنت مش عايزاه سيبيه، بس أنا ما أحبش الرايش. أقعد. يقعد؟ يخرس مش يقعد. قعد خلاص. آه مين حضرتك؟ أنا الزفتاوي، أساساً بقى أنا سباك، وبعد كده بقى فتحت محلات إشاني وورق حائط. قوم قوم جو. يا صبور يا رب. قوم اقعد. حاضر. هبص على إيه تاني؟ معاكوا للآخر. هو حضرتك عايز إيه؟ أشتري القصر. ده قصر نوار باشا. لو ما يضايقش جنابك هشتريه. تعال تعال اقعد هنا جنبي. حاضر. نعم. انا عايز اقول لحضرتك ان مش معنى ان ربنا خلقك في الدنيا وعشت معانا انك تشتري قصر نوار باشا. بس انا فلوسي حاضره. قوم قوم. قوم. هتقول لك قوم. ايه في ايه؟ روح يلا روح. مفيش قصر عيتباع. مفيش حد يقول الفلوس. لا امشي. اطلع بره. اطلع بره. اسمع الحديد واطلع بره. نسوان مخاليل، خليكم جوه القصر لحد ما يتهدوا فوق راسكم. يلا يلا. مين ده؟ الزفتاوي. أمورة نيلي دي هي بتقول إيه؟ أنا مش ملاحق نفهمه حاجة، كله بسرعة بسرعة. متفكرك بمين؟ حركاتها مين؟ أني. أنت أحلى يا أصداف. أنت بكاش. متهيألي زمان انت كنت احلى يا اصداف. متهيألك. طب ودلوقت؟ دلوقتي خلاص. دلوقتي احنا بقينا فوازير، اللي يعرف احنا ايه ياخد جايزه. حتى مني البيت. ما
اسكندريه الحاضر والماضي، يارا احمد الجهري. بحث في منتهى الجمال، كلنا نسقف ليارا. يارا الكتاب ده هديه علشانك، برافو عليكي. النهارده يا ولاد هكلمكم عن ازاي اسكندريه قدرت تقاوم الاحتلال الفرنسي والحمله الفرنسيه على مصر سنه 1798. كده ياخد باله طلع عليك عشان خاطري. مالك يا يارا؟ مستر انا عايزه اقول الحقيقه، مش انا اللي كتبت البحث، مصطفى هو اللي كتبهولي، يعني هو اللي يستاهل التسقيف والهدية. مصطفى انت اللي كتبته فعلا؟ وليه عملت كده؟ بيحبها. دي حاجة ما تضحكش. وكلنا نسقف ليارا تاني. عارفين بنسقف لها ليه؟ عشان هي ما كدبتش وقدرت تقولي الحقيقة. والكتاب ده هيفضل معاك يا يارا عشان تفتكر اليوم ده. شكرا. وانت يا مصطفى جميل انك تحب وتساعد اللي بتحبه، لكن من غير ما تخليه ياخد حق مش حقه. مخصمك؟ بحبك. ما تبقاش القصر عشان خاطر يوسف. وليه يبقى يوسف؟ عشان أنا بحب يوسف. مفيش يوسف عاش في القصر ده مبسوط، لا الأول ولا التاني ولا التالت. ليه بتقول كده؟ عشان هي دي الحقيقة. يوسف ده الجمال كله، محبوب دايما من أيام سيدنا يوسف، الجميل المحبوب صاحب الحلم. مفيش يوسف وليه حلم ما بيتحققش. تفتكري؟ أفتكر. فضل مفتاح الصندوق رايح جاي بين خديجة هانم ونادر. خديجة هانم تزعل تاخده من نادر، بعدها بشوية تروق ترجعه تاني. وكان ده ممكن يحصل في اليوم الواحد كذا مرة. هاتي المفتاح بتاعي، هاتي المفتاح بتاعي، أنا عارفة إن أنت عايزاني أموت. ما عايزاهوش، ولو عطيته لي تاني مش هاخده. أوعي، أوعي إحنا مش هنموت دلوقتي. الله يسامحك، الله يسامحك. أنت زعلتي مني؟ طب حقك عليا. خلاص انتي مش عايزه انا اموت، خدي المفتاح وما تزعليش. مش هاخده يعني مش هاخده. اسمعي الكلام وخدي المفتاح، عشان حد يضحك عليا وياخده مني ويسرقنا. اسمعي الكلام. هاتي بس آخر مرة. يلا تعالي. انت هتفطرني كمان؟ ايوه وهنكمل حكي. على مهلك. انت ايه حكايتك بقى؟ النهاردة اليوم كله بتاعك، هنحكي كل حاجة وأنا وحظي. يعني إيه؟ يعني تسمع الحكاية كلها وأنا ونصيبي معاكي. مش فاهمة.
تعبت خديجة هاني ونادرة اتخضت عليها قوي ونامت جنبها كذا ليلة لحد ما تعبت هي كمان. خديجة هانم، خديجة هانم، في ايه؟ هو انا كل عيني بتروح في النوم تعملي كده ليه؟ حقك علي. انت افتكرتيني موت، انت نايمه جنبي ليه؟ الدكتور قال لي افضل جارك. خايفه عليا ولا عايزه تسرقي مني المفتاح؟ مفتاحي، مفتاح صندوق خديجه هانم. مفتاح معاي، انت اديتهولي. هاتيه، انا مش هموت دلوقتي. خدي، هاتي. يوسف، انا يعني اديتك يوسف هاخد منك مفتاح صندوق. مسكي. عيانة ولا انا؟ انتي بس يظهر لما نمت جنبك عييت. انا انت بس بتطمن عليا. انا كويسة. لسه بتحبها؟ قاعديني يا نادرة. على مهلك، على مهلك حبيبتي، على مهلك. لراحتك. عزفي يا نادرة على البيانو. بيانو هو اللي عايز يسمعك. حاضر. أنا تزورني وتمشي،
هي مش قادرة على بعدها. لا روح، مش زعلانة يا حبيبي، روح. ما تغيبوش عليا، فضلت خديجة هانم هي ومحمد يوسف في القصر. هو كاره القصر وعايش فيه عشان ما يسيبهاش لوحدها، وهي عايشة بين الواقع والخيال. يا بحر من غير نادرة، ازاي يكون في الدنيا في بحر ما فيهوش نادرة؟ ما عادش ليك لزوم في الدنيا يا بحر، دموع الكون انت والله، دموع متحوشة ومتحاشة، عايش في وقت مش وقتك، واللي يعيش في وقت مش وقته كأنه بيموت. تاني يا بحر تنسى ان ليك بيت وصدف بيستنوك. اصطاف انت فين يا اصطاف؟ اديني دورت عليك في كل حته، في الاخر قلت حنلاقوك هنا، مش هتبطل يا بحر. ماني لقيتك نايمه، ما رضيتش نصحوك، قلت نيجي نسكروا هنا انا وحالي مع البحر، واللي يفوق فينا الاول يروح التاني. قلت للبحر ايه يا بحر؟ جبت في سيرة مين؟ سألت على مين؟ نادرة. ماني عارفة. يلا قوم يا بابا، يلا نروح. قلت للبحر ايه؟ ما افتكرتش صدف خالص، ما جبتش سيرتي، ما سألتش البحر عليا خالص. نفتكروك ازاي وانت موجودة يا أصطاف؟ يعني بنفتكروا الغايبين بس. الغايبين ولا الغالين؟ كفاية يا بحر كفاية، تكبرت على الشرب خلاص. بعدين ربنا ما يحبش كده، حرام. بس أنا بنحب ربنا يا بيت. يبقى روح معايا يا بحر. بنحبوكي كمان يا أصطاف. بتحبني؟ وماله؟ يلا يا بحر. أنا بنحبوك يا أصطاف والله، وبنحبه نادرة. بحب في سرك يا بحر، خلينا ماشيين واحنا ساكتين. ونادرة بتحب يوسف. الله يرحم الجميع يا بحر. الله يرحم الجميع. ما الحب الرحمة يا أصطاف. أيوه، يبقى أكيد ربنا بيحبنا وهيرحمنا، مش كده؟ حب رحمة. هو انت حبيت نادرة ليه الحب ده كله لو هي ما حبتهاش؟ نقولوا لك واني سكران وتسامحيني،
ولا تستني لما نفوق وتحاسبيني؟ استغفر الله العظيم يا رب، ربنا يكفينا شر الحساب. قول واني مسامحاك كفاية وسكران يا بحر. مفيش ست بتسامح، بس هنقولولك أني حبيت نذرة يا أصطف علشان مش بإيدي، ربنا هو صاحب الأمر على القلوب مش أنا. ربنا أمر قلبي بمحبتها وما أمرش قلبها غير بيوسف. أني لو كان الأمر بإيدي يا أصطف كنت حبيتك، لكن من إمتى القلوب بتعمل الصح؟ القلوب بتعمل اللي مكتوب بس يا صدف. غصب عني ماليش في القلب أمر. تزعليش مني، سامحيني. سامحاك يا علي، مفيش في الحب غصب، مع ان الحب غصب. بس انا بنحبوك يا صدف. يو والله يا بنت بنحبوك، احنا ملناش غير بعض. كفايه انك خليتني جنبك ولميت اخر ايامي، هديتولي اقضي بقيت عمره جنب حبيبه. في ألف ليلة وليلة في حكاية عن قصر، كل الأوض ببانها مفتوحة وأوضة واحدة بس اللي بابها مقفول، ودايما بيتقال للبطل ادخل كل الاوض براحتك ما عدا الاوضه اللي بابها مقفول. والبطل دايما ما بيقدرش على نفسه وبيفتح الباب ووراه بيشوف مصيره. استنى بره. محدش معادني في القصر ده غيرك. انا زهقان قوي، انا ما بحبوش مش عايز اقعد فيه. احكي لك حدوته؟ حواديت ايه يا تيتا؟ بس انا كبرت. احكي لك. عشت كتير انت يا جدتي. 3 ايام يوم ما اتجوزت نوار باشا وجيت القصر هنا، يوم ما خلفت يوسف، ويوم ما يوسف برجع من السفر. وانا لو سبت القصر ومشيت تزعلي؟ احكي لك. ايه اللي انت عايزاه؟ سر. سر؟ كان زمان في قصر ولسه موجود. احكي لك. احكي سامع.
زمان اتعملت في القصر ده حفلة كبيرة قوي. أرسل إليك وأنت في دار الحق. أنا موجودة في القصر بحكم أني أم يوسف، يوسف الذي أراد الله أن يكون على اسمك، رغم أنه يوسف ابن هلاوي. لا أرتاح لتلك الحقيقة، لكنني لا أملك أن أفقد وحيدي أو أغان أو أغى أو أغادر هذا القصر الذي لا أراك. الذي أراك فكل ركن فيه.